المكان اللي احنا فيه اسمه بد خالد، تاريخيا يعود الى ما قبل 1943، يمكن اكثر من 100 عام مضت، ولكن احنا كعائله فيه من عام 1943. وكانت الايام هذيك المعاصر هي تدار على قشاطات البابور بسموها، ومن هيك احنا بنقول معصره حجر بدية، البابور بدية ستون بريس، حتى بالعربي وبالانجليزي حاطينها كلمه البابور، لانه البابور كان مقصود في الماكينه مش الديزل اللي تدار بالقشاطات وعلى الحراره، واللي بابور الطحين المصر، وبقول بابور اللي هذا الماكينه البخاريه اللي بتحرك اي جهاز معين، اما قارب او ماكينه طحين، بابور الطحين، بابور الزيت، البوابير والبدود. انا بتذكر في الستينيات وانا صغير كانوا اللي بيعملوا في المعاصر يسموهم البدادين من كلمه بد. هدفنا احنا انه قد تكون المعصرة صغيرة ولكن مميزة بأنه ما زلنا نحافظ على نكهة التاريخ وأصالة التاريخ في هذا العمل، بأنه نحافظ على التراديشن اللي هو البد الحجر مع استعمال ماكينات حديثة لفصل الزيت عن هذا. كان عندنا مكابس في الزمانات غيرناها إلى التوربين أو الديكانتر، لأنه الأساس هو الحجر اللي بيطحن وبهرس الزيتونات وبيطلع عصارة أطيب من الزيت مع نكهات أغنى حسب المعطيات من الزيت اللي بس بالجرش على الماكينة لحالها. لما احنا مثلا هذه الجائزة في عام 1945-46 في هذا المكان اللي انتم شفتوا تقدمنا إلى هذه الجائزة، وحياة والدي شرح لي كيف فزنا فيها على أيام الانتداب البريطاني، ومكتوب زي الجنيه الفلسطيني بثلاث لغات، ما كان في شيء اسمه إسرائيل هنا، وهذا يعني أنه احنا عندنا تاريخ أصيل وعريق في كيفية إنتاج الزيت والزيتون. حسب ما بتشوف هنا وزارة الزراعة في فلسطين مختبر فحص الزيت، الحموضة 0.39% والبيروكسايد 10. مقدار الحموضة 0.39% يعني أقل من 14. الإكسترا فيرجين بكر ممتاز، بكر على لا مش إشكال طبعا، بكر ممتاز، لازم الحموضة تكون أقل من 1 صحيح. الزيت الصالح للأكل حسب مواصفات الفلسطينية لحد 3.3%. إحنا مش 1% ولا 8%، أقل من نص، أقل من نص في المية. وهذا مصداقيتنا في التزامنا مع الوكيل تاعنا اللي وزع لنا إنه الحموضة تكون أقل من 5%. فإحنا جايبين 0.39%. نسبة فيتامين إي في الزيت تاعنا من بدية اللي إحنا بنعمله كانت 19.2 ميلي جرام على 100 جرام، بينما الزيوت الراقية الإكسترا فيرجين بريميوم يعني أو الراقي جدا نسبة الفيتامين إي لا تزيد عن 12 ميلي جرام. إذن إحنا مرة ونص أغنى بفيتامين إي زيتنا من زيوت أخرى.